يعني ما فينا نكون موجودين بقرية المراح وبمهرجان قطاف الوردة الشامية وما نكون موجودين مع السيدات والمزارعات أهالي المنطقة اللي بفضلهم وبفضل طبعا وجودهم وإيد بإيد مع المزارع السوري قدرت هالمنطقة برغم قساوة البيئة الجغرافية إلا أنها تنتج ورد وتنتج خير ومشروع اقتصادي أكيد مهم. معي ست أم مديان وهي من أهالي المنطقة وأيضا من المزارعين. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. صباحك ورد. الله يخليكم. صباحكم أحلى. صباح سوريا. يعني اليوم شفناك هيك لحقناكي وانت عم تعملي اخر مثل ما بيقولوا اطفية للورد. نعم. خلينا نحكي اكثر، من امتى بتبلشوا بتطلعوا؟ امتى بنحكي شوي عن تفاصيل قطاف الورد؟ لازم تكون قبل طلع الشمس، نجي بكير نقطفها. عندنا معمل نحن بنطلع من نسوي منه ماء ورد، هاي منتجاتنا، بس بدها تنقطف قبل طلع الشمس. هاي خلينا نحكي شوي ونحن عم نتفرج، يمكن لسه هون في بعض لسه فيه ورد اذا بنقدر ونحن عم نتمشى مع حضرتك. نعم. شوي نحكي عن هاي التفاصيل. اليوم عدد كبير من السيدات كان لهم دور. نعم. خلال هاي الفتره بانه هن يحيوا هذا هاي الزراعه من خلال العمل. خلينا نحكي شوي اليوم اول شيء كيف الطريقه من يلا توصل معنا الكاميرا نزار. يلا نزار معنا رح نشوف. تفضل. يلا كمان صباح الخير. يسعد صباحك. نحن عم نصوركم وانتم عم تشتغلوا. يسعد صباحك يا رب اوقاتك يا رب. نحن عم نشتغل بالارضنا بنخطف الورد من الساعه 5 بنيجي بنخطف الورد والله وبنجمع وبنعطيه لابو مديان بيسوي منه شراب الورد وماء الورد وكل شيء والله هيك. هلا في مثلا وقت معين للقطاف مثلا نحن في شيء معين بيصير؟ بيصير هلا هيك هي بنيبسها هي للزهورات زهورات المسكرة سورية لشراب الورد بنخطفها نحن لشراب الورد وماء الورد نسويه هاي يعني المفتحة نزار او مشاهدينا مثل ما عم تشوفوا هي لشراب الورد إيه؟ المسكرة للزهورات ايه للزهور ايه هاي للماء ورد هديك للماء ورد إيه يعني كل زهرة إيه لها شيء معين إيه طبعا سواء إيه كانت مفتحة أو لسه ما فتحت كله إله إيه خالتي جايبة زرار كتير زرار الله يقويكي الله يقويكي يا خالي الله يسلمون يسلمون خلينا اياك يا خالي طلع على الكاميرا خليهم يشوفوكي صبحي على المشاهدين لوين بدي اشوفك الله يطولنا بعمرك ليك هي الكاميرا هون صباح الخير بدي بعرف انه بدك تقطفي قطفت لنا كل زرار الورد هدول كلهم قلنا من الخاله شو اسمك خالتي سعاد نبهان اهلا وسهلا فيكي يطول بعمرك الله يستر عليكي قد ايش صار لك خاله عم تشتغلي بالارض كثير بعمرنا نحن 5 شقق ورد كان عندنا كل يوم قبل ما يطلع الشمس نروح على الورد كل يوم كل يوم كان الزرار نصح على السطح حبيبات الورد لا ابو مديان شراب الورد الله يا تفضلي تفضلي على مهلك على مهلك الله يقويك طبعا رح احط اللي قطفت لنا اياهم الخاله هون هي محصولنا لليوم نحن على الهواء ست ام مديان بدي ارجع لعندك مثل ما كنت عم تحكي عم تقولي انه في استخدامات متعدده ما ورد شراب الورد الزهورات مراهم كريمات ومربيات هدول منتجات وردتنا يعني اليوم المرأة وخصوصا بقرية المراح لها دور كبير كتير إيه اكثر من الرجل طبعا المزارعة السورية لها دور خلينا نحكي عن هذا الدور ونحن عم نمشي هيك لقدام مشان الصوت تفضل بالزراعة قبل كل شيء وقت اللي بيحفروا الحفر بالشتاء بدها تنزرع بدها تداريها بدها تيجي تحط لها حجارها شوفي هاي وبدها تصيها وكل مدة ومدة بدها تتنكوش لحتى تصير بعد 3 سنين بتبدا تعطينا ما بنتركها بنوب طبعا يعني هذا كله انتو شغلكم بتعملوه بايديكم ايه ايه بس انا مو شاطرة الله يقويكي ويعطيكي طولة العمر خليكم يعني احنا بدينا بتصنيع الورد بالضيعة انتو اول حدا بلش كانوا يعملوا زرار وبيعوا للزورية زوجي دارس ريفي بلشنا نعمل تجارب انا وياه قبل كل شيء بالموارد حتى زبط معنا ما حد علمنا انتو تعلمتوا لحال ايه تجارب تجارب ولا 10 سنين ضلينا حلو يا
يعطيكم ألف عام. والحمد لله عطيناهم يضلوا كل العمر عم يزرعوا. يخلي لي اياكي ويعطيكم اولادنا وشباب. هذا الاولاد اولاد اولادنا، هذا مكون رح نحافظ عليه اكيد بوجودكم، بوجود من جيل لجيل. انتم عم تنقلوا هذا الشيء طبعا للاجيال. ست اسماء اللي شجعتنا اكيد، يعطيك الف عافيه. الله يعني هي شجعتنا، هي وقت اجت وبتحب هالشغله بدينا فيها وساعدتنا وعملت لنا بيار مي، والحمد لله شو ما طلبنا بتلبي لنا. الله يعني يعطيكي الف عافيه وشكرا كثير لك. بدي خليكي تكملي شغلك. شكرا لك. شكرا. يسلموا ايديكم. الله يسلمك.